نتكلم عن نادي الزمالك في الوضع الحالي. الزمالك اسم كبير طبعا واسم تاريخي، مش محتاجين نقول الكلمتين، بس يعني مر في مراحل صعبه جدا على مستوى فريق الكوره، على مستوى النادي بشكل عام، على مستوى صوره النادي. نادي الزمالك مش هكلمك في الماضي ولا هكلمك في المستقبل، محتاج ايه عشان ترجع الصوره العظيمه دي لنادي الزمالك، وعشان يرجع فريق الكوره في نادي الزمالك فريق عظيم. انا عارف ان السؤال كبير قوي واجابته هتبقى كبيره، بس اللي حضرتك تقوله يعني. لا، اول اللي اقوله ان نادي الزمالك نادي طول عمره نادي كبير، نادي لجماهيره، نادي بطولات، نادي يجب ان تحترم فضيلته كويس قوي من قبل لعيبه او مدربين او جماهير او اداره. طبعا لما بيكون في مجلس اداره كمان عارف قيمه هذا النادي، وده دي حاجه بتبقى كويسه جدا، وده نقدر نقول يعني يمكن الوضع ده داخلين عليه يعني. صح، الناس اللي موجوده داخله في تنظيم، عارفين هيعملوا ايه، رغم ان المهمه صعبه وملفات كتير صعبه عليهم، ولكن هم جايين عارفين هيعملوا ايه، ونتمنى لهم التوفيق طبعا بقياده الكابتن حسين لبيب، وهو راجل رياضي كبير، والناس اللي موجوده اللي معاه يعني ناس ما شاء الله محترمين وربنا يكرمهم. فنادي الزمالك في طريقه للعوده يعني ان شاء الله كما كان يعني. هو طبعا اي نادي بيمر بعثرات، ودايما الانديه الكبيره بتبقى كده، يعني بيجي وقت لازم يحصل كل فتره كده بيحصل ان مثلا في لعيبه مثلا بتبطل، لو جينا اتكلمنا على ككوره يعني. صح، وفي لعيبه بتخش تانية يعني، فبيحصل هنا بعض زي ما نقول الانكسارات يعني. الفرقه لسه لا، ده في الخبره قليله في الفرقه يعني، فبيحصل اللي احنا شفناه، وبيبقى نتيجه برضو بعض التخبط في العمليه الاداريه، ده ممكن برضو بيحصل اي حتى لما بيشتغل فممكن بيخطا، اللي بيشتغل دايما اللي بيغلط. صح، فممكن تكون من هذا. وبعدين انت عارف طبعا ان نادي الزمالك طول عمره زي ما بقول لك الكوره هي الترمومتر بتاع النادي. كره القدم صحيح هي ترمومتر اي نادي في الدنيا. صحيح، فرقه كويسه وماشيه وبتكسب